حياكم الله مشاهدي متابعي قناة دبليو تي في شاشة وطن، وأهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. بدأ العد التنازلي على موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأحزاب تتسابق ومرشحين جدد للحصول على أكبر نسبة من المقاعد داخل قبة البرلمان. فهل سيكون تغيير حتمي بعد العملية؟ وهل سنشهد مشاركة واسعة من قبل الناخبين؟ نتعرف على أهم مشاكل محافظتنا محافظة البصرة من خلال ضيفي المرشح الجديد الأستاذ محمد ناقوط. لكن قبلها نروح نشوف هذا التقرير، من بعدها نرجع نرحب ويا ضيفي ونشوف شنو رسالته الانتخابية وشنو ممكن يقدمه لمحافظة البصرة الحبيبة. بعد إطلاق سافرة التنافس الانتخابي في العراق، أعلن عدد المرشحون والبالغ 3500 مرشح من مختلف المكونات، وجوه سياسية قديمة وأيضا وجوه مستقلة جديدة للعملية الانتخابية، لتبقى أنظار الشارع العراقي تتطلع على مصير الانتخابات المقبلة ومن سيحظى بأصوات أكثر داخل قبة البرلمان، لا سيما بعد بدء العد التنازلي لإجراء الانتخابات. كل هذه التفاصيل وغيرها سنتعرف عليها من خلال برنامج المعتمد. شكرا لزملائنا اللي يعدون هذا التقرير الخاص ببرنامج المعتمد. خليكم يعني مشاهدينا، ارحب بضيفي الاستاذ مجيد ناقوط مرشح من محافظه البصره الحبيبه. مرحبا بك استاذ مجيد. مرحبا بي ست هبه والاخ المخرج والاخوات والاخوان كادر قناه وطن ومشاهديكم الكرام. اهلا وسهلا بك بالمعتمد ونورتنا. بدايه استاذ مجيد، عرف الجمهور عن حضرتك. المرشح مجيد ناقوط، تحالف العقد الوطني، تجمع رجال العراق، الدائرة السادسة، تسلسل 42. نعم، بداية أستاذنا مجيد نريد نعرف اليوم شنو أسباب ترشيحك للعملية الانتخابية؟ والله اليوم يعني ترشيحي للعملية الانتخابية شفنا المشاكل والهموم اللي تعاني منها محافظتنا، و يعني على مدى 18 عام اليوم احنا ما شفنا في التطور او تغيير للاحسن. فقررنا ومساعده اخواننا ومشايخنا ووجهاء قضاء ابو الخصيب وشط العرب والفوز سيبه، كل ثقه وثبات وعزيمه أن نخدم ناسنا في محافظة البصرة والمنطقة السادسة، قررنا أن ننزل الانتخابات والتوفيق من الله إن شاء الله. نعم، بداية يعني أستاذ مجيد نريد نعرف اليوم شنو أهم مشاكل محافظة البصرة اليوم اللي تعاني منها؟ والله يا ست هبة هاي لها حسرة، يعني اليوم تعرفين محافظة البصرة يعني ليش هيك هموم محافظة البصرة هواية لأن نشوفك جابت حسرة؟ مشاكل محافظة البصرة اليوم الكل يعرفها، يعني مشاكل يعني بالنسبة لنا أصبحت عقيمة اليوم. مشكلة الماء المالح، مشكلة الكهرباء، معقولة يعني اليوم على مدى 18 عام ماكو حل إلى مشكلة الماء المالح؟ يعني احنا كل موسم يصعد المد الملحي ونبقى احنا نفقد المزارع والحيوانات، ونبقى المواطن يبقى المواطن البصري يدور على الماء المالح بالتناكر. نعم، يعني 18 عام اليوم احنا هاي مشكله المد الملحي ما جاي تحل. الكهرباء هاي بعد اصبحت معروفه لدى الجميع، اليوم عندنا مشكله يعني البنى التحتيه، مستشفيات، هيكل. خلينا نجي استاذ مجيد على يعني محور بدايه، خلينا نبدي ويا اليوم الواقع الصحي بمحافظه البصره، شلون نشوفه؟ والله واقع صحي متردي، يعني اليوم اذا تدخلين المستشفيات انت يعني توقعين اليوم المريض اهله ما جاي ينقلون للمستشفى يخافون عليه، يعني اغلب مرضانا جاي يعالجون في البيوت. اليوم الواقع الصحي متردي. ليش ماكو مستشفيات كافيه اليوم بالبصره؟ نعم، ماكو مستشفيات كافيه بالبصره؟
لا ماكو مستشفيات موجوده، هاي صار لها سنين مبنيه هي. اليوم يعني اغلب المستشفيات هي اهليه، يعني اصبحت يعني اليوم المواطن اللي عنده فلوس يروح المستشفيات الاهليه يعالج، تصير حالته زينه. المستشفيات الحكوميه اليوم تعبانه، اليوم عندنا مستشفيات جاي تبنى على النص وتنعاف، شنو السبب؟ ما اعرف، يعني سبب الشركه المقاول والله ما نعرف يعني. او بعد فتره يعني احدى المستشفيات اللي عندنا بقضاء ابو الخصيب يعني كملت 11 طابق هيكل بعدين انعافت، ما نعرف شنو السبب، بقيت افوت على المستشفى القى بها ما ادري مستشفى 11 طابق اربع عمال ما ادري جاي شو يسوون بالمستشفى، يعني هذه يدق له طابوقه هذه زين، هاي شو راح تبنى المستشفى؟ فالمهم يعني اليوم الواقع الصحي متردد عندنا محافظه البصره. نعم زين، بالنسبه للمستشفى التركي يعني ليش لحد هذا اليوم ما تم تسليمها لابناء المحافظه؟ شنو الاشكاليات اليوم عليها؟ والله لحد الان نعرف، احنا نسال يعني السيد محافظ البصره، الساده النواب، المسؤولين والمدراء في محافظه البصره، ليش لحد الان المستشفى التركي يعني ما سلم؟ ليش يعني لحد الان المستشفى التركي باقي على حاله؟ احنا نريد نعرف السبب يعني وين، ما نعرف يعني. خلي مدير الصحه يطلع يقول لنا شنو السبب، السيد المحافظ، الاخوان المتصدين بدائره صحه البصره، حتى تعرف هاي الناس يعني شنو السبب لحد الان المستشفى التركي ما سلم وهو كامل منجز. نعم هاي حقيقه لازم نعرفها ويعرفها الشعب البصري. نعم استاذ مجيد، خلينا نجي على الواقع التربوي بمحافظه البصره، اليوم اكو نقص بالمدارس بالمحافظه؟ اليوم تعرفين يعني الواقع التربوي في محافظه البصره وهم على مدى 18 عام تلقى الطالب دوامه ثلاثي، يعني الطلاب ابتدائيه فايت وراء صلاه المغرب اشوفهم خطيه يخرجون منين من المدارس اطفال. كل مدارسنا هي دوامه ثلاثيه، عندنا مدارس موجوده بس هم ترى المقاول يشتغل بها بدايه شهر وبعدين عافها وراح، ويبقى تبقى المدرسه للكلاب السائبه وللحيوانات وما نعرف من السبب. فهاي هم واقع تربوي مرير عندنا محافظه البصره. ليش يعني اليوم ابناء البصره ما يستاهلون مدارس تليق بهم؟ والله احنا نعرف اليوم البصره هي الرافد الحيوي للعراق، اليوم البصره تعاني ما تعاني، ليش احنا قلت يعني مشاكلنا وهمومنا ما تعاد ولا تحصى، لدينا حلقات متعدده على من نحكيها. اليوم البصره تعاني من واقع تربوي مرير. نسأل الله أن يوفق الأخوان الجدد، إذا الله سأل وفقهم ولو يغيرون في شيء بسيط من هذا الواقع المرير. نعم خلينا نجي على موضوع الطرق والجسور والبنية التحتية للمحافظة اليوم، شو نشوفها؟ يعني احنا اليوم الطرق والجسور محافظة البصرة هي نفسها، يعني مجسرات قبل سنوات انبنت وبقت هم المجسر مرات توقع من عنده وصله وتبقى على حالها. اليوم الشوارع يعني معقولة اليوم البصرة 5 مليار دولار، 5 مليار دولار منافع اجتماعية ومنافذ، اليوم الشارعين اعتقد وهم الحمد لله وشكر التبليط ورا يومين ينقلع، ما اعرف شنو السبب يعني، لان ماكو رقابه، ماكو متابعه، اليوم تنقصنا الرقابه والمتابعه، يعني الشركه تجي تعمل بدون رقيب اليوم ست هبه. نعم. اليوم الشوارع يعني تبلط على التراب، بعد ذلك ورا يومين تلقى التبليط قالع وانتهى الشارع، مجرد انه شلون يعني بالبدايه كزينه ورا اسبوع ينتهي كل شيء. نعم، يعني هاي نقدر نعتبرها وجه من اوجه الفساد؟ طبعا هاي اوجه من اوجه الفساد، قلت لك اليوم ماكو رقيب، احنا اليوم الشركه تجي تعمل اكيد ظهرها قوي، فاليوم الرقيب هو حتى لو يجي شو يريد يسوي يعني؟ مسنوده هي والكل يعرف. نعم. اليوم هي المتابعه والمراقبه ما موجوده على الشركات وعلى المشاريع وعلى المقاولين. نعم، زين استاذ مجيد نريد نعرف اليوم اكو ترحيب بالوجوه الجديده بمحافظه البصره؟ والله حقيقة ست هبة يعني جاي أشوف، إحنا كنا نتوقع بأن خروج الناخبين راح يكون ضعيف، بس هسه جاي نشوف الشارع يعني متوجه للوجوه الجديدة يعني وبقوة، يعني
اغلب ناسنا ومشايخنا وجماهيرنا جاي ترحب بالوجوه الجديده، تقول عسى على عسى على الاقل ان هذا الوجه الجديد راح يعمل ونشوف به خير. فنسال الله ان هذه الوجوه الجديده راح تكون خير على ناسنا وجماهيرنا في محافظه البصره. نعم. زين، اليوم شنو مطالب الجماهير من عندكم؟ يعني بمحافظة البصرة أكيد اليوم اكو ندوات تعقد واجتماعات اليوم تعقدوها ويا الناخبين، فشنو اليوم مطالب الشارع البصري من قبلكم أنتم كوجوه جديدة ومرشحين جدد؟ والله هي أغلب مطالب الجماهير هي تعرفين اليوم الثقة المعدومة بين النائب والبرلماني، أصبح الثقة معدومة، لان على مدى 18 عام اليوم نشوف النائب المرشح يجي نفس الكلام، فاصبحت الناس هماله ثقه. بس اليوم نشوف الوجوه الجديده، اغلب الناس مطالبها تقول لك احنا اليوم نريدك تبقى ويانا. نعم. اليوم احنا نريد المرشح اذا فاز يعني ما اريده يقول تليفونه، لو اريده باكر يبيع بيته ويرتحل غير مكان، اليوم نريدهم ويانا تعيشون مشاكلنا وهمومنا واحنا وياكم. وهم مطالبهم نفسها، مطالبهم نقص بالبنى التحتية، مدارس، شوارع، كهرباء، هذا الماء المالح اللي أذى الناس، أي أغلب مطالبها الناس هاي، وأغلبهم يقول لك إحنا يعني هسه إحنا ندوات الجاي نقيمها ولقاءاتنا ويا أغلب الناس، يقول لك إحنا نريدك ويانا، ما نريدك باكر إحنا ننتخبك ونعطي أصواتنا لك وباكر تخلينا وتعوفنا وتروح وما نعرف وين. هاي أغلب مطالب الناس هاي. نعم، اليوم أنت كمرشح وجه جديد شنو ممكن تقدمه لمحافظة البصرة؟ أو بداية أنت حضرتك أي لجنة حاب تكون بيها؟ والله اليوم أنا أي لجنة تخدم ناسي وتلبي احتياجاتهم وتحل مشاكلهم أنا أكون جندي بهاي اللجنة لخدمة ناسي. تعرفون يعني اليوم يعني أنا جاي من أجل أن أقدم الخدمة وان اوقف ويا ناسي وجماهيري اللي راح تعطيني اصواتها وراح ابقى وياهم وابقى ناسي اللي محافظه البصره والمنطقه الساسه. اليوم اعاهدهم احنا ان شاء الله من مدرسه الحاج ابو تراب التميمي الثبات والعزيمه والثقه اللي عندنا اليوم راح نعمل بقوه من اجل رفع المظلوميه عن محافظه البصره، من اجل تقديم الخدمه ونسعى الى حل مشاكل ناسنا وجماهيرنا في محافظة البصرة. نعم، يعني أستاذ مجيد نريد نعرف اليوم من خلال تواصلكم ويا أبناء المحافظة اليوم أكو ترحيب بالوجوه الجديدة؟ والله الحمد لله أشكر الترحيب موجود وأغلب الناس جاي ترحب بالوجه الجديد، لأن اليوم تعرفين يعني المرجعية كلامها واضح، المجرب لا يجرب. اليوم جاي نشوف يعني بدا المواطن البصري واهم المواطن العراقي انه يفهم وعنده قناعه بالوجه الجديد، لان يقول لك احنا اليوم جربنا كل الوجوه ما شفنا بهالوجوه العمل وحل مشاكلنا والعمل من اجل مدينه البصره. اليوم تعرفين يعني اغلب الكتل السياسيه او اغلب النواب تابعين كتلهم السياسيه، فيكون ولاء للكتله السياسيه اللي موجوده خارج البصره وولاء وعدم ولاء لمدينته. فاغلب الناس تحب تغير، تقول عسى ان اجد بهذا الشخص الجديد الوجه الجديد الخير من خلال عمله ومن خلال حل مشاكلنا والتواجد ويانا. نعم. زين استاذ مجيد، اليوم رايك باعضاء مجلس النواب ممثلين عن محافظه البصره، شنو قدموا لمحافظه البصره؟ والله لا تسأليني عن الاخوان اعضاء مجلس النواب محافظه البصره، احنا اليوم اعتقد عندنا 26 او 27 نائب محافظه البصره، اذا يسوون استطلاع بمحافظه البصره ما نعرف يمكن اثنين او ثلاثه او اربعه من عندهم، البقيه ما اعرف وين يعني ما موجودين. فاليوم يعني اعضاء مجلس محافظه واعضاء مجلس النواب محافظه البصره اليوم ما موجودين، يعني ما شفنا واحد نزل للشارع او نزلوا ويا الناس او عالج الا القليل من عندهم اللي هم محسوبين على عد الاصابع. هي هاي المشكله اللي نعاني منها وتعاني منها محافظه البصره. نعم. زين، يعني اليوم اكو تقصير من قبل ممثلين محافظه البصره.
هو لو ما في تقصير يعني احنا ما شفنا المحافظه اليوم بها مشاكل، لو اكو يعني اليوم تكاتف الاخوان بعض مجلس النواب لحل مشاكل محافظه البصره، اليوم المواطن البصري يشوفينه يروح الاربيل ومن يرجع من اربيل يتكلم عن اربيل ومعالم اربيل وطبيعه اربيل والبناء اللي باربيل، يعني اليوم نعم. اربيل تاخذ 17% من الموازنه، هي 17% من محافظه البصره نقول، نعم وهي بنت وبلط الشوارع ويعني زين، اليوم شنو الفرق يعني تحسين بين انه اربيل اكو عمل. اليوم اليوم بين احنا المناطق ناخذ الشماليه؟ استاذ مجيد اذا ابراهيم وين تسمعني، العمل؟ وين مشاكل البصره موجوده، شوارع تعبانه، بنى تحتيه منتهيه، اليوم جاي نشوف ان محافظه البصره مهمشه ومظلومه، والسبب انه اليوم سبب تعرف ان اليوم سببها اعضاء مجلس النواب. نعم استاذ مجيد، يعني اليوم اذا نقارن بين اربيل وبين محافظه البصره شنو الفرق؟ يعني اليوم البصره هي عاصمه العراق الاقتصاديه والسله الغذائيه لعموم العراق والممول الرئيسي والشريان الرئيسي للعراق. اليوم اربيل اصلا مدت انطي وارداتها من النفط والمنافذ الحدوديه وغيرها، فاليوم ليش نشوف هاي التفرقه؟ برايك اليوم الخلل باولياء الامور المسؤولين عن المحافظات؟ والله ست هبه، البصره احنا نسميها الوقره الحلو، نعم مع الاسف والله، يعني اليوم البصره هي قلت لك الرافد والشريان الرئيسي للعراق، يعني رواتب العراق، نفط العراق، موانئ العراق، كلها محافظه البصره. اليوم البصره وحب اوضح لك انا اؤيد ان تكون اقليم حاله حال كردستان، لان يعني اليوم البصره ما معقوله تعطي الاموال وتعطي الدماء واليوم البصره حالها تعبان ومشاكلها عقيمه. اليوم اؤيد الاقليم وبقوه. اليوم من تقولين كردستان اليوم اشتغلوا مدينتهم، اليوم من تروح الزائر من يروح لاربيل ويرجع ويتكلم عن اربيل، او الزائر من يطلع خارج العراق او خارج البصره الى دول الجوار يجي يتكلم كلام يقول احنا وين وهم وين، هذا شنو السبب يعني؟ البصره تنقص الاموال؟ لا والله، اموال وموجوده وكل شيء بها موجود، بس مع الاسف اليوم البصره مهمشه من الحكومه المركزيه، السبب انه اغلب رؤساء الكتل هم من خارج البصره، لذلك فما يهتم البصره اليوم ان مشاكلها ان بنت او ما بنت، هاي في شيء ما يخصهم، واحنا مع الاسف اليوم هم نوابنا يكون تابع لكتلته ما تابع لمدينته، وهذا السبب الرئيسي في تفاقم مشاكل محافظه البصره. نعم، زين استاذ مجيد، رايك اليوم بممثلين محافظه البصره يعني اللي هم اعضاء مجلس محافظه البصره، ايش قدموا لمحافظه البصره؟ قصدك اعضاء مجلس محافظه؟ نعم. لو مجلس النواب؟ لا، اعضاء مجلس محافظه البصره. والله هي اعضاء مجلس محافظه البصره هسه هم الناس هم قعدوا بالبيوتهم وسكتوا، يعني اليوم تعرفين من كانت اكو مجلس محافظه البصره كان اكو عمل اكو رقابه، لان اليوم مجلس محافظه البصره يكون رقيب على اعمال ومشاريع اللي تقوم بها المحافظه. نعم. اليوم من حله من حل مجلس محافظه البصره اليوم اصبح القرار بيد السيد المحافظ، فاصبحت لا اكو رقابه ولا ادت هاي الى المشاكل ولا الاهمال ولا المشاريع المتركه وبنى التحتيه تعبانه. نعم. فيعني هاي السبب الرئيسي هم في مشاكل البصره. نعم، استاذ مجيد، اليوم اكو فساد مالي واداري بمحافظه البصره؟ والله طبعا لازم اكو فساد اداري ومالي، يعني اليوم قلت لك 5 مليون دولار في محافظه البصره، وينها؟ وين بدها تروح هاي؟ شارعين يا ست هبه، وين يعني؟ مشاكل، وهاي شارعين انا احدى الشوارع يعني مزدحمه، القى شركه يعني تسمى شركه بس تعمل بهذا الشارع، لو آلية لو آلية لو اثنين أو ثلاثة من الآليات بهذا الشارع، وين الشركة؟ الآليات مالتها وين؟ المتابعة وين؟ ما جاي أعرف والله. فلذلك يعني اليوم الأموال اللي جاي تصرف على البصرة جاي تذهب سوداء، وما نعرف من السبب معروف الكل يعرفه. اليوم البصرة مهملة، اليوم البصرة تعاني ما تعاني من كل النواحي،
نعم ولذلك يعني اليوم الماي المالح اللي جاي الناس تعاني من عنده في معاطي البصرة، ولا أكو واحد إجا وقف وقال يا خلني جينا وضعنا سد أو مشروع ماي من هالأموال هاي. المهم نسأل الله بالوجوه الجديدة يا ستبة. نعم، برأيك الوجوه الجديدة اليوم ممكن تغير تقدم شيء لمحافظة البصرة وعموم العراق، يعني كل مرشح حسب محافظته ومنطقته؟ والله اليوم المرشح إذا كان يعني عنده غيرة على مدينته ومحافظته وغير تابع للكتل اللي خارج البصرة ويريد أن يعمل الناس وأهله، اليوم الله يوفقه. يعني أنا اليوم هم من خلال منبركم ستبه أعلن اليوم إذا الكتلة التابعة لها أنا إذا الله وفقنا وفزت وشبت هاي الكتلة منهاجها ضد مدينتي، والله أقدم استقالتي من الكتلة وأروح أذهب أخدم مدينتي وما أخدم الكتلة مالتي. نعم، هذا عهد علي إن شاء الله. يعني برأيك اليوم إذا أنت يعني مثلا دخلت بلجنة الخدمات النيابية واليوم تحاربت من جهات معينة وصارت ضغوطات حزبية أو سياسية عليك، ممكن تقدم استقالة وما تخضع لهذا الحزب أو هاي الجهات السياسية؟ أنا قلت لك أنا رجل من مدرسة الحاج أبو تراب. نعم تميمي، أنا اليوم رجل أجاهد ضد الفساد. اليوم أنا من ترشحت أعرف العواقب وأعرف التهديدات، بس إن شاء الله سوف أقف وجه كل فاسد. واليوم أنا مشروعي مو مشروع انتخابي، اليوم مشروعنا مشروع خدمة. نعم. اليوم إحنا انفزنا راح تكون الخدمة مضاعفة وراح نستمر بالخدمة، ما فزنا خدمتنا راح تكون متواصلة بناسنا. بس أعاهد ناسي وجماهيري محافظة البصرة والمنطقة السادسة أكون وياهم حل مشاكلهم، اسعى لتقديم العون لكل من يحتاج مني مساعده. نعم. فان شاء الله اعاهدهم ان اكون معاهم واحاول ان ارجع ولو قليل من الثقه المفقوده بين المواطن والبرلماني ان شاء الله. اكيد يعني الحاج ابو التراب يعني غني عن التعريف وهو معروف ببطولاته وغيرته على ابناء محافظته، واكيد يعني يولد مثل هكذا ابطال اليوم ومرشحين وجوه جديده. اكيد نتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تقدمون كل شيء جديد ومميز لمحافظه البصره، لان يعني هي محافظه البصره من اكثر المحافظات اليوم المنكوبه واللي تعبت على مدى 18 سنه نهب وبوق وسرقه، يعني ما بقوا شيء بالمحافظه، خيراتها كلها انهبت. فاكيد اليوم صحيح. محافظة البصرة محتاجة ناس ولادة، ناس أبطال، ناس صاحبين غيرة على محافظتهم يقدمون شيء، وأكيد أبناء البصرة كلهم يعني أمل اليوم بكم أنه تقدمون شيء لمحافظة البصرة. أستاذ مجيد، اليوم أكو أزمة ثقة عند البعض بالمشاركة بعملية الانتخابية، فشلون اليوم تقدر تقنعهم أنت كمرشح ووجه جديد أنه يروحون ينتخبوك أو ينتخبون القائمة اللي أنت تابع لها؟ يعني تعرفين اليوم القائمه مالتنا قائمه بصريه احنا. نعم. يعني تجمع رجال العراق اللي اسس الحاج ابو تراب التميمي قائمه بصريه اليوم، فالرجل البصري ومشهودت له اليوم خدمته ومساعدته الناس بالبصره. اليوم اغلب الناس يعني من تسمع ان مجيد نابوط مرشح الحاج ابو تراب فتشوف اكو توجه الي من هاي الناحيه، لان اليوم مواقف الحاج ابو تراب الكل يعرفها، فان شاء الله نكون عند حسن ظنهم، عند حسن ظن الحاج ابو تراب، ونكون اليوم يد مساعده مسانده الى جماهيرنا محافظه البصره والمنطقه السادسه. نعم، استاذ مجيد نريد نعرف اليوم رايك بالسياسيين الحاكمين للعراق. والله هو سؤالك يعني احنا جاوبنا عليه، يعني مو اعضاء مجلس النواب، السياسيين لا، السياسيين يعني الجهات العليا يعني الوزراء، رئاسه الوزراء، رايك بهم؟ اليوم تعرفين يعني احنا اليوم اغلب السياسيين هم تابعين الى احزاب، واغلب السياسيين اليوم هي الوزير يعني تربط المحاصصه، هي هذا سبب الفشل اللي جاي نشوفه او جاي نواجهه اليوم بالعراق. نعم. لان اغلب السياسيين اليوم مرهونين باحزابهم وقياداتهم، فيكون عمله منصب على كيفيه ارضاء الكتله ويعوف مدينته وناسه
وهذا حالهم. نعم، يعني اليوم اكو ضغوطات سياسيه وحزبيه وايضا نقدر نقول طبعا خارجيه على المسؤول العراقي، لهذا سبب هو ماذا يقدم خدمه. طبعا طبعا اليوم تعرفين يعني اغلب السياسيين عندهم اصطفافات هي اللي ادت بالعراق الى هذا الحال. نسال الله ان تكون الوجوه الجديده وجوه خير وبركه على محافظاتهم وعلى العراق ان شاء الله. نعم استاذ مجيد، خليك ويانا، راح نشوف هذا الاستطلاع الخاص لبرنامج المعتمد، من بعدها نرجع نكمل وياك. بالحقيقه انت وضعتني بخانه ان انتخب، وهذا يعني كمداخلة ما أعتقد بها صواب كامل. فأنتخب أو ما أنتخب هي حرية للمواطن، هذا جانب للتوضيح يعني على سؤالك. الجانب الآخر عندما تقول انتخابات بمعنى هناك بيئة انتخابية، منظومة انتخابية سليمة، بحيث هذه الانتخابات تكون تعبر عن الشارع وبالذات عن انتخابات مبكرة اللي هي نتيجة 25 أكتوبر التشرينية اللي أجبرت الأحزاب السياسية المتنفذة أن تكون تلجأ إلى انتخابات مبكرة. فغياب البيئة السياسية السليمة وغياب المنظومة الانتخابية السليمة لا أعتقد يحدث شيء بالتغيير. طموحي أنا بهذا العمر مو إلي ولا للشياب ولا لكبار العمر، إلك والأمثالك والشباب والأجيال اللي راح تجي، طموحي أن يكون إصلاح حقيقي عن طريق البرلمان اللي يشرع قضايا لخدمة الناس، خدمة العراق وخدمة أهل البصرة بشكل خاص. في تقديري الظرف ما ملائم، أولا الأسباب، وجود سلاح منفلت حركات عشائرية وعداوات ما إلها مبرر، ما كانت موجودة الآن أكثر، هاي وحدة. الشيء الآخر أكو ناس صارت عندها فلوس باستطاعته أن يشتري رأيك ورأي ورأي الآخرين، بدليل أنه هسه وسائل الدعاية اللي موجودة مبالغ بيها. مثلا البارحة في حي الكفاءات نصبوا لافتة لامرأة مرشحة، يعني هذه مكلفة، ما أعتقد موظفة أو إنسانة عادية جاية تخدم البشر تقدم بهالعظمة وهالمبالغة. فوجود السلاح المنفلت، وجود مبالغ فلوس عند ناس إجتهم غير ضربة عصا، يعني حصلوا فلوس مبالغ بها فأخذوا يصرفون. أكو شخص ما عنده تحصيل دراسي يومية يسوي عزيمة أكل وشرب وشرابة من أجل كسب الناس، وللأسف الشديد أنه قلة الوعي العراقي أو الوطني يخلي الإنسان يتقشمر بمعون هريس أو بوجبة أكل أو مبلغ بسيط ويبيع. إحنا نريد يجون ناس عناصر عراقيين يحس بهيبة العراق وقيمة العراق وثروة العراق من أجل الأجيال الجاية. على 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 الوجوه الجديدة أن يراجعوا أنفسهم على الوجوه القديمة، يخلون فرق الوجوه القديمة شنو قدمت، هم قدمون يعوضون، وإذا كانت القديمة هم تجي نفسها خلي يراجعوا أنفسهم أنه لا يظلوا يغيروا رأيهم، لازم يخدمون الفقير المسكين. شنو هاي العطالة البطالة؟ شنو يعني البلد الجاي؟ ليش نريد من عندهم يراجعون أنفسهم ويشدون حزمهم ويتوكلوا على الله؟ لا، وينسون الماضي. أوكي، ينسون الماضي ويفكر بالطالب الخريج هذه. شنو محافظة الفلانية بها مظاهرات، محافظة بها مظاهرات، عقود أجور؟ ما كان هيك عقود، قاعد تعيين ملاك. نجي نقول مثلا عدد النفوس العدد 40 مليون، لكن وين المعامل؟ وين المصانع؟ ابن الناصر يجي من هناك، تعال شوف الزبير، 16 محافظه دخلت الزبير. ليش؟ الشركات النفطيه الاستثماريه هنا بالزبير، ها؟ ابن البصره قاعد، هلا بيهم، هنا العراق كله هنا.
بس ابن الزبير قاعد بس الدخان وسموم هذه. على كل حال عمرهم يقدمون حسب مصالحهم السياسية أو الاجتماعية، مثلا يكون منتخبين يعني يطمح يسوي لأجل الوطن شيء يعني جديد. أما بقى احنا طموحنا كشعب عراقي ماكو أي طموح للأسف، ماكو أي طموح. أنا أقول لك يعني أول شيء على أبسط مثال، عندك شاب عراقي يعني يتخرج يقضيها بالبيت، لو مثل ما شوف عينك يبيعون بالشارع أو يفتح له سبوبة، لا وظيفة اكو، تعيين ماكو، يعني هذا الشاب العراقي يخلص قبل للبيت. شكرا لزملائنا في مكتب البصرة اللي عدونا هذا الاستطلاع الخاص ببرنامج المعتمد. خليكم معنا مشاهدينا، ارجع ويا ضيفي استاذ مجيد. استاذ مجيد، نريد نعرف اليوم رايك بالدعايات الانتخابيه لبعض السياسيين والمرشحين. والله يا ست هبه، يعني انا اليوم هم عتبي على مواطنينا وناسنا. نعم. يعني انا اليوم مرشح، شنو اللي يخليني انا اروح اشتري البطاقه مرت الناخب، او اليوم انا اروح اطرق الابواب وجايب لي ثلاجه لو جايب لي بلازما لو جايب لي مبرده او سله غذائيه او مال انطي؟ يعني معقوله المواطن مالنا اليوم اصبح سلعه تباع؟ اليوم صوت يعني يغير. اليوم المواطن يجب ان يفهم ان صوت اليوم هو اللي يغير. اليوم مستقبل وطن، صوته يعتبر مستقبل وطن اليوم يا ست هبه. نعم. لذلك نشوف يعني اليوم اغلب المرشحين، انا اليوم اللي المواطن اذا ما يقتنع بي انا اعمل اليوم شلون انا راح ادي؟ اذا انا اليوم من اجي اشتري صوت المواطن، يعني انا بعدين اذا اصعد 100% راح ابقى التهي بالفساد والبوق، لان انا اليوم هذا المواطن انا انطاني صوته بمبلغ. فانا اليوم المفروض على كل ناسنا ان يعتبرون صوتهم اليوم هو المستقبل، فما انطي صوتي الا لمن يستحقه. نعم. هذا اتبع عليهم. لذلك برايك هو مهم يعتبر استغلال المال العام؟ ما شاء الله بالمليارات او بالملايين. نعم. شنو السبب؟ مين جاب هاي الفلوس؟ انا اقدم خدمه لناسي وناسي تعرفني وتعطيني بثقه. نعم. أنا أكون اليوم أمام الله وفيت وكفيت. نعم. يعني أستاذ مجيد، اليوم أكو مبالغ مالية دا تصرف على الدعايات الانتخابية، وأكيد كنا دا نلاحظ هذا الشيء. يعني اليوم نريد نعرف السياسيين والمسؤولين من دا يجيبون هاي الفلوس؟ هو هذا مو هدر للمال العام، مو فلوسي وفلوسك وفلوس اليوم الشعب العراقي؟ طبعا اليوم تعرفين أنت اليوم يعني بعض المرشحين يعني مدعوم من جهات تعرفين اليوم موجودة هي بالدولة، بعدي لحد الآن موجودة قيادات بالدولة أو مدراء بالدوائر أو أصحاب شركات. فاليوم يدعم مرشح من أجل أن يخليه بهذا المنصب، بعدين من يصعد راح يصير اتفاقيات وياه. هذا اليوم يعني المواطن، بعض المواطنين يعني قليل منهم يعني مع احترامات البقيه بدا يفهم هذا المرشح ليش جاي ينطي المال او هذا. فالحمد لله هو جاي هم جاي ياخذ من عنده المال، وبعدين من يطلع من عنده يتكلم يقول لا والله ما دام هذا اشترى صوتي انا ما راح انتخبه. نعم. فاليوم احنا الحمد لله وشكر شغلنا هي ثقه الناس بينا وقناعه الناس بينا. نعم. استاذ مجيد، نريد نعرف رايك اليوم بالسياسيين اللي يسوون دعايات انتخابيه لنفسهم، ينطون رواتب رعايه او يبلط له شارع، واللي هو اليوم مو من مسؤوليته، اللي يحط له محوله بمنطقه زراعيه، بالاضافه لهذا نشوف اليوم اللي يعين له شخص معين. زين هذول السياسيين وين كانوا بالفترات السابقه؟ يعني قبل 4 سنوات شنو هو اللي قدموه للعراق والعراقيين؟ ليش استغلال هاي الفتره محددا؟ يعني هم معناتها قادرين انه يقدمون خدمه وقادرين انه يسوون شيء، لكن ما تم استغلالها بالصوره الصحيحه. استغلوا هذا الوقت اليوم تحديدا مع اقتراب موعد الانتخابات ودا يقدمون خدمات للمواطنين. والله ست هبه، اليوم الكل يعرف الشارع البصري يعرف ان الحاج ابو تراب التميمي الله يطيل بعمره، احنا كنا على مدى سنوات تقديمنا للخدمه مستمر. اليوم الحاج ابو تراب كنا قبل لا تبدا الترشيحات والانتخابات
يعني يوميا نوزع 1000 سلة غذائية على الفقراء. نعم. اليوم أكو مرضى اتبناهم الحاج أبو تراب وعالجناهم خارج العراق، اليوم كان عملنا والبصمة مالت الحاج أبو تراب موجودة بالشارع البصري. من بدأت الانتخابات الحاج قال كل تتوقف، يعني السلة الغذائية، المساعدة، كل هاي تتوقف إلى بعد الانتخابات حتى نعرف ناسنا أن إحنا ناس أصحاب مشروع خدمي وليس انتخابي. نعم. فالحمد لله والشكر اليوم إحنا ماضين بهالمشروع وأغلب ناسنا تعرفنا، لذلك اليوم أغلب جماهير البصرة توجهها لنا وتوجهها الحاج أبو تراب التميمي. أكيد يعني بارك الله بالحاج، وأكيد يعني هو معروف بمواقفه النبيلة يعني والإنسانية. إحنا قبل فترة عرضنا حالة على برنامج المعتمد تحديدا لعائلة متضررة يعني ومحتاجة مبالغ مالية، والوالد كان بوقتها محتاج إلى عملية وعندهم طفلة أيضا معوقة، فبوقتها يعني الحاج الله يحفظه تبرع بتوفير مبالغ مالية لهم وإجراء العملية للطفلة، وكان هو هذا يعني الموضوع خاص ببرنامج المعتمد. فأكيد هي مو جديدة اليوم على الحاج، ونتمنى لك إله ويعني ولحضرتك أيضا الموفقية، وإن شاء الله نشوفكم محصلين أعلى المقاعد في داخل قبة البرلمان. أكيد أنتم اليوم مو جديدة عليكم تقدمون شيء لبلدكم، أكيد اليوم اللي حرروا السواتر ورجعوا المناطق المحررة قادرين اليوم على انتشال أبناء البصرة من الظلم ومن العوز ومن الفقر اللي هم اليوم يعانون من عنده. أكيد بجهود الأبطال والناس الخيرة والناس الولادة بمحافظة البصرة، أكيد اليوم أنتم قادرين على انتشالها من الظلم اللي ده تعيشه اليوم. نعم. إن شاء الله ستبع. أستاذ مجيد، نريد نعرف اليوم رسالتك للوجوه الجديدة. والله رسالتي للوجوه الجديدة اليوم خلوا المواطن يقتنع بكم. اليوم خلي عملكم مرتبط بالله سبحانه وتعالى. اليوم خليكم أنتم ويا ناسكم ويا الفقراء ويا عوائل الشهداء. اليوم خلي ولاءكم لمدينتكم وليس كتلكم. نعم. زين، رسالتك اليوم لأعضاء مجلس النواب، نقول السابقين أو الحاليين. والله رسالتي لأعضاء مجلس النواب السابقين، أسأل الله أن يوفقهم، لأن هم بعد توقعين أغلبهم راح يكونون يعني خارج مجلس النواب. نعم. وأن يقدموا الاعتذار للشعب العراقي، اللي قصر أي واحد منهم قصر للشعب العراقي يقدم اعتذار للشعب العراقي ويطلب المغفرة والسماح من رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. الأعضاء الجدد اليوم أقول لهم خلوا عملكم لله سبحانه وتعالى، خلوا الله قدام عينكم، نزلوا الشارع، كونوا ويا ناسكم ويا مشاكل المجتمع. اليوم خلي عملكم وغيرتكم لمدينتكم، وخلي يكون عملكم منصب على حل المشاكل اللي يعاني منها الشعب العراقي وتعاني منها مدينة البصرة وناسنا بالمنطقة السادسة ومحافظة البصرة كلها. نعم. وبرأيك يعني أستاذ مجيد اليوم الشعب ممكن يسامح السياسيين في حال أنه اعتذروا من عنده على التقصير اللي هو على مدى 18 سنة؟ والله احنا نقول يعني خلي يقدموا اعتذارهم، بس عارفين اليوم مظلومية بالشارع العراقي والشارع البصري، ناس هواي انظلمت، ناس يعني فقدت عوائلها، يعني فقدت أرزاقها، تبقى بعد يم كل واحد ومظلوميته. نعم. إذا سامح اليوم هو إذا سلم بيد الله سبحانه وتعالى وخليها يم الله سبحانه وتعالى. نعم. زين أستاذ مجيد، اليوم أريد نعرف رأيك بالسياسيين أو أعضاء مجلس النواب السابقين أو الحاليين اللي بعد ما فازوا وحصلوا على مقاعد داخل قبة البرلمان، اللي غلق تليفونه، اللي غير عنوان سكنه، بالتالي يوم صارت أزمة ثقة ما بين المواطن وبين السياسي، وهواي ناس يوم عندها عزوف تقول لك أنا ما أشارك بالانتخابات ولا أنتخب، ليش هو سياسي السابق إيش قدم لي؟ فاليوم أنت كخطة شنو مفكر تسويها في حال إن شاء الله فزت وحصلت على مقعد داخل البرلمان؟ احنا ستبا اليوم يعني جاي نعاني من هاي المشكله. اليوم من جاي نطلع احنا نلتقي بناسنا من خلال الندوات او اللقاءات، حقيقه يعني انتابنا الخجل. يعني اليوم لان السياسيين اللي سبقونا ما خلونا شيء ان نرتكز عليه، اليوم الثقه انعدمت بين المواطن والبرلماني. فاليوم احنا
وأخص أنا بالذكر عملي منصب أن أرجع ولو جزء من الثقة بيننا أو بين المواطن من خلال التواصل معه، من خلال أخذ التعهدات. أن اليوم إحنا عملنا مو انتخابي مثل ما قلت لك، عملنا خدمي. اليوم التليفون راح يبقى على حاله، اليوم المكتب والبيت موجود نفس المنطقة. نحاول يعني نغير من نظرة الناس على البرلمانيين، فإن شاء الله وهذا عهد علينا، مثل ما قدمنا الدماء وعلى السواتر ومثل ما اليوم حمينا العراق، راح نكون اليوم حامين الناسنا ونقدم لهم الخدمة ونكون عون لهم ومعاهم إن شاء الله. نعم، رسالتك اليوم لجمهورك أستاذ مجيد. جمهوري أقول لهم اليوم إحنا على ثقة وعزيمة وثبات، راح نكون مثل ما قلت لك قبل شوية، الحاج أبو تراب قدم وضحى وأمطى كل ما يملك. راح نكون اليوم احنا ابناء مدرسة الحاج أبو تراب التميمي، راح نكون ويا ناسنا وعلى العهد وياهم. واليوم عهد علينا ان نرجع قلت لك ولو جزء من الثقة من خلال تواصلنا وعملنا وتواصلنا مع ناسنا وجماهيرنا وتقديم الخدمة لهم، حل مشاكلهم ورفع المظلومية عن اللي عنده مظلومية. إن شاء الله راح نغير، ولأن احنا اليوم تعرفين نريد مشروعنا اليوم مو مشروع وقتي، مشروعنا دائمي. فنسأل الله أن يوفقنا لخدمتهم والتواصل معهم، وهم راح يكونون سند لنا إن شاء الله. نعم، رسالتك اليوم للناس اللي عندها عزوف عن المشاركة بالعملية الانتخابية، شنو النصيحة اللي حاب تقدمها لهم؟ والله أقول اليوم هذا أصبعك البنفسج اليوم هو يغير هواي. اليوم يعني وصيتي واللي أهلنا في محافظة البصرة والمنطقة السادسة، اليوم يجب أن يشاركون مشاركة واسعة بالانتخابات من أجل التغيير. اليوم أنت إذا راح تبقى قاعد ببيتك راح ما يعني ايش راح تحصل انت؟ اليوم راح ترجع لنا نفس الوجوه ونفس المشاكل، وراح تبقى يعني نعاني، وهاي فشيء ما يعني ما ممكن. لذلك يجب على الكل المشاركه الواسعه بالانتخابات واختيار الانسان الخدوم، الانسان المعروف، الانسان اللي اليوم عنده عمل وبصمه واضحه بالشارع. نعم. استاذ مجيد، رسالتك الاخيره الجو لك، وانت حاب يعني عندك كلمه توجهها اليوم، تفضل. شكري وتقديري لجنابكم ولكادر قناه الوطن والاخوان جميعا. اسال الله ان يوفقكم هاي القناه المجاهده البطله. ورسالتي الاخرى الى جماهيري في محافظه البصره والمنطقه السادسه، اقول لهم سوف اكون كل عزيمة وثقة وثبات، أن أكون معاكم وأن أكون في بيوتاتكم وشوارعكم، وأن يكون اليوم ساند لكم لحل مشاكلكم ورفع كل مشكلة تعانوا من عندها. وتوفيق من الله ومساعدتكم إن شاء الله، والشكر الجزيل لكل من يساندني ويعطيني صوته، فأكون صاحب مبدأ وياهم وثقة إن شاء الله. أستاذ مجيد، شكرا لك وشكرا لانضمامك اليوم ويانا في برنامج المعتمد. نتمنى لك الموفقية والفوز بالعملية الانتخابية، وتحصل على مقعد داخل قبة البرلمان، وتقدم خدمة لأبناء محافظة البصرة، هاي المحافظة العزيزة أم الخير اليوم اللي تستحق كل الخير من أبنائها. شكرا لك وتحياتنا لك أستاذ مجيد. شكرا جزيلا. شكرا ستيبة، شكرا جزيلا. نعم، إلى هنا مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج المعتمد. تحياتي لكم وتحيات كادر العمل جميعا، مع السلامة.